زوجة البطل. ماشي. اهلا دكتورة بسمة. اهلا بيكي يا مدام مروه، انت لا تقلي يعني بطوله عن الدكتور محمود الحقيقه، الدور اللي قام بيه والتضحيه اللي ضحى بيها، واللي انا شايفاه فيكي انك ست مصريه جدعه. الصوره اللي انا عرضها على الشاشه دلوقتي بتثبت انك ست مصريه جدعه. ربنا يخليك يا رب. قوليلي يا مدام مروة، هرجع أسأل نفس السؤال، الأيام اللي جاية تفتكري إيه اللي أنت شايفاه، أو المعاملة هتكون إزاي، وإيه اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية؟ برضه زي ما محمود قال، لسه مفيش أي حاجة واضحة، احنا لسه مش عارفين احنا هنعمل إيه. بس أنا كل اللي شاغلني دلوقتي إن محمود ما ييأسش وما يزهقش، وانه يفضل على تواصل، انه يفضل يمارس هواياته وحاجته اللي بيحبها. انه محمود بيحب شغله، لو في اي امكانيه او اي حاجه تقدر تخليه يفضل حتى مرتبط بمهنته كطبيب باي شكل، كمثلا تدريس او يعني اي شكل يخليه مرتبط بمهنته ويقدر يطور من نفسه، ان هو يقدر يقرا، يفضل يقرا زي ما هو محمود بيحب القرايه جدا، يفضل يقرا زي ما هو بيحب يقرا. محمود اصلا يعني له علاقته بالنت مثلا، وان هو يقدر يفتح صفحته ويعمل كذا بنفسه ويعمل الحاجات دي، ان هو يعني حياته ما تقفش. طبعا يعني ده اللي احنا عايزينه، ان حياته ما تقفش ولا تعتمد، يعني ما تبقاش كمان معتمده على حد. يعني انا عايزه محمود يقدر يكمل في الحياه مع كده، يبقى قوي، يبقى لوحده، مش يعني المهم ان هي ما تقفش. يعني انا عايزه اقول لك ان انا بحيي فيكي طبعا، يعني عزه النفس اللي عندك والقوه اللي عندك والايمان اللي عندك بالقدر اللي حصل، وانك مش عايزه تفقدي انت الامل، وعايزه انت تدخلي في قلبه الامل ده. ده شيء عظيم جدا. ونقول كمان انه ان شاء الله حق محمود علينا، لانه احنا المفروض ان احنا يعني نعامله كمصاب، يعني زي مصابين الحرب. ده حقيقي، لان محمود يستاهل. يعني انا مش هقول لك ان محمود بطل بس بسبب الحادث ده، محمود من قبل كده اصلا هو شخص نبيل وبطل، يعني من قبل كده طبعا. يعني طبعا.